أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، إياك أن يكون الله خصمك يوم القيامة، إياك أن تكون خصما لله اللي يوقف قدامك تتخاصم أنت ويا رب العالمين، وذلك بسبب أنك لم تتق الله في حقوق العباد. اسمع ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثلاثة، يقول رسول الله قال الله، يعني في حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي قال له أحد الله إلا أجب لك كذا، وحياة الله لأجب لك، حلف بالله أسألك بالله تعطيني كذا، ويعطي ويشو يعمل ويغدر به، دخل الله بالنص. يعني بعض الناس بس يسمع قول الله بقول لك خلاص هذا الزلمة صادق، فبيصدقه على إنه حلف بالله. قالوا للسراخ تعال احلف احلف، قال جاء الفرج. للأسف صار اللي بيتقي الله واللي بيتقيش الله يحلف، بطلت تعرف أنه صادق أنه كاذب. لذلك اتق الله في يمينك، اتق الله لو واحد بيسألك بالله أعطيني وأعطيته، لما تيجي تقول رجع لي إياه برجع لك إياه، ليه؟ هذا خصمه، خصم الله يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع عبد عنده ها وما أعطاهوش، ما وفهوش حق، ما أعطاهوش حق، سرق ثمن بأي حق؟ حقوق عباد. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، تعال هد لي هالواجهة واعمل لي هاي وكيم هاي ورتب هاي وضبط هاي، وأجر رجل واشتغل وكام وحط، بعد ما خلص أعطيني إن شاء الله أشوفك. طب ليش ما قلت له من أول؟ قل له ترى أنا من هسه بقول لك بسدك بكذا بتاريخ كذا، من هسه بقول لك انا بدي اعمل كذا وكذا، من هسه بقول لا صح مش هيك الصح، تعال ما يهمك ولا يهمك وعلي وعركبتي، وبس بلش يشتغل اعطيني فش. اتق الله، هذا خصم الله يوم القيامه. اتق الله في اموال الناس، والله سيهدم الله مالك وسيضيع الله مالك، وهذا المال اللي اكلته حرام انت راح تنفقه على أولادك، ودعوة المظلوم اللي دعا عليك مستجابة، شو ما دعا عليك الله راح يستجيب له، لأنك أنت قهرته في هذا المال اللي هو أجا واشتغل وتعب وأنت ما أعطيته مالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقي الله في حقوق العباد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.